هلو هلو دايرين لاباس عليكم واش اخباركم واش كتعاودوا جيسبر كو فوز الي بيان وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام اليوم ان شاء الله النوفيل فيديو اللي غادي تكون خفا زربان غادي تكون خفيفه ظريفه غادي تكون قصيره بزاف ما كنتش كاع دايره بروغرام انا نصور لكم هذا لا فيديو لاني قلت علاش لا ما نصوروش ليكم المهم ما كنتش دايره نصور ولاني في الاخر قلت غادي نصور المهم البنات باش بلا ما نطول عليكم اصلا غادي تكونوا عارفين لا فيديو شنو هي غادي تكونوا شفتوا المينياتور غادي تكونوا قريتوا غادي تكونوا قريتوا العنوان هي لا فيديو ديال هذا النهار غادي نشارك معكم فيه واحد الماسك ديال واحد البنت كوريا اللي دار بوم في تيك توك دار ضجه كبيره في تيك توك كلشي ولا كيجربوا الصغير والكبير غادي نخلي لكم لا فيديو ديال البنت هنايا اللي كانت كدير الماسك هو هذا باش تعرفوا علاش كنهضر دونك فوالا البدايه هذا هو الفيديو اللي هضرت لكم عليه هاد البنت الكوريه دات واحد الماسك اللي كيتكون من ثلاثه ديال المكونات اللي عاديين جدا ومتواجدين في كل بيت يعني في كل دار اللي هو صفار بيضاء النشا والحليب السائل دونك هاد ثلاثه ديال المكونات دات بهم ماسك واللي عطاوها واحد الاشراقه زوينه بزاف للبشره ديالها كلشي كان واضح في الفيديو عطاوها واحد الاشراقه زوينه للبشره ديالها فتحوا لها وكانت كتقول قالت في الكومنتار بلي كومكو فتحوا لها من اول مره من اول استخدام وعطاها اشراقه وهذيك اللمعه الزوينه في البشره ديالها ونعومه كانوا بزاف ديال البنات اللي كتبوا في الكومنتار كومكو جربوا وعطاهم نتيجه من اول استخدام عطاهم لمعه وعطاهم تفتيح البشره فتح لهم البشره ديالهم وعطاهم ديك اللمعه ديك الكلا اللي كيكون في البشره من اول استخدام دونك طيب البنات وقلت علاش لا ما نجربوش انا وياكم ونشوفوا النتيجه ديالو كيفاش دايره بما انه واحد الماسك اللي ساهل والمكونات ديالو متواجده في كل دار في كل بيت دونك فوالا غادي نمشيو نجربوه دابا ولاني قبل الى اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه واهم حاجه تفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد دابا يلا نمشيو نيشان نوجدوا المقادير ديال الماسك ونطبقوه ودابا البنات نبداو في التحضير ديال الماسك اول حاجه غادي نفرق الصفار على البياض ديال البيض ودابا البنات غادي نزيد النشا ودابا البنات غادي نزيد الحليب ونحركو كلشي مزيان بحال هكا شوفوا البنات من بعد ما خلطت مزيان شوفوا القوام ديال الماسك كيفاش ولا ما هو خفيف ما هو ثقيل يعني بحال الشكل ديال شي كيك دونك فوالا دابا غادي ندوزو لابليكاسيون ديال دابا البنات من بعد ما خلطت الماسك ديالي مزيان شوفوا كيفاش ولا شوفوا اللون ديالو كيفاش صفر داك الصفر ديال البيض وغادي نحتاجو حتى السلوفان هذا الورق هذا حيتاش غادي منين نديرو الماسك غادي خصنا نغطيو الوجه ديالنا بهذا الماء بهذا السلوفان ودابا غادي نبدا نابليكي الماسك الله يستر وصافي دابا المشكله ما عارفاش باش غادي نابليكيه يمكن غادي نابليكيه غير بيدي يلا نبداو على بركه الله المهم كبدايه حتى بديت كنابليكي الماسك ولا انتبه الكاميرا ما كانتش كتصور المهم كيف ما قلت لكم غادي نابليكيه غير هكا بيدي وغادي نبقى نابليكيه بشويه بشويه ونسيت واحد الحاجه اهم حاجه انكم تابليكيوها على وجهكم يكون نقي يعني انا دابا راه ما حاطه لا ميكاب لا حتى شي حاجه واخا هكاك قبل ما ندير الماسك غسلت وجهي بلي جيل نيتوايون دونك فوالا ماشي نديرو داك القضيه ديال العكر فوق الخنونه هاد الماسك دغيا كينشف عرفتو كنحسو كينشف بسرعه بزاف كنحسو كينشف دغيا بالزربه ديجا راه بدا كينشف هاداك لاكوش الاولى اللي حطيت كنحسو بدا كينشف وكنحس بحال الوجه ديالي كيتجبد كي
فوالا لي زامي انا رجعت لكم. ملي كنت دايره الماسك صراحه ما قدرتش نهضر حيت كنت كنحس بالوجه ديالي بحال هكا كيتجبد، دونك ما بغيتش نخسر لافي ديال الماسك وصافي. من بعد خليته حتى نشف، مني نشف صافي ما قدرتش، بقيت ما صافي ما قدرتش انني نحرك وجهي، ما بقيتش كنقدر نحرك وجهي بقوه ما مشدود هكا، ما كنقدرش كاع نزعزع فمي، دونك ما صورتش لكم. مشيت حيدت الماسك ومن بعد غسلت وجهي غير بالماء، ما غسلته لا بالجيل نيتوايون لا حتى شي حاجه غير بالماء وبلا ما نهضر، كلشي واضح في الكاميرا، ما مخدمه لا رينغ لايت لا حتى شي حاجه غير على الضوء العادي ديال برا وصافي. دونك فوالا الصراحه كنحس بالبشره ديالي كتلمع كتلمع، عرفت شنو هي كتلمع؟ كتلمع هكا كتشقشق فريمون، كنحس بالبشره ديالي رطيبه والصراحه كون تشوفوني زعما اون فاس يعني من ورا الكاميرا في الحقيقه غادي تحسوا بلي البشره ديالي بحال الا اللون ديالها تفتح، عرفتي؟ ولا واحد لا سونساسيون زوينه بزاف عاد ملي كتحطي يديك على البشره ديالك كتحسي بها بحال شي بشره ديال شي بيبي صغير. فريمون عجبني هذا الماسك بزاف بزاف، يعني ما دارش بوم على والو، والحاجه الزوينه اللي فيه كثر هو ان المكونات ديالو كلهم متواجدين في اي دار وما فيش بزاف ديال المكونات ولا شي مكونات غريبه عجيبه، يعني كل شيء كاين وكل شيء متوفر وصراحه عجبني بزاف. شوف ما غنديغاتي لا لابو ديالي، ما غندير لا ما ديال الولد، ما غندير حتى شي حاجه وما غادي ندير لا ميكاب لا حتى شي حاجه حيت شمولفه فهاد الوقيته كنتماكيا وداكشي باش كنصور هكا دي تيتو، ولكن هاد النهار ما غادي نتماكيا ما حتى شي حاجه، غادي نبقى بحال هكا حيت فريمون عجبتني لا بو ديالي. دونك فوالا هذه هي لا فيديو ديال هاد النهار، جيسبر انو الماسك يعجبكم وانكم تجربوها البنات، ما غاديش تندموا جربوها على ضمانتي الى عجبتكم. دونك فوالا كبدايات هذه هي لا فيديو ديال هاد النهار، هنا غادي نسلي معكم لا فيديو وغادي نقول لكم الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تكتبوا لي من لي لايك ولي كومونتير زوين بحالكم وتشتركوا في القناه واهم حاجه تفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، بالسلامه عليكم، تهلاو في راسكم بزاف بزاف.